بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه. وبعد، غالياتي، اليوم بعد انقطاع حقيقة طويل، لكن خلينا نقول أنه طهور طهور بإذن الله تعالى. وهذه الكلمة دائما نقولها بعد المرض، بعد المرض نقول كلمة طهور بعد المرض. لماذا؟ لأن المرض أحد الابتلاءات التي يتطهر فيها الإنسان ويتخفف ويرفع. شوفوا فضل الله تعالى، هو مرض، لكن الله تعالى بعد المرض يخفف، يطهر ويرفع. ولذلك الإنسان الذي قبل مثلا، بعض الناس سبحان الله يتوفون قبلها بيكونوا مرضى أو غيره، هذا المرض في واقع الأمر هو تخفيف، تخفيف لهم وطهر لهم وعافية، وأيضا منزلة رفيعة لهم يوم القيامة بإذن الله تعالى. لكن إحنا قلنا نبغى أيضا أن نكون طاهرين في حياتنا، ونبغى طهور هذه ما ننتظر المرض، بل نتطهر لأن الله تعالى يحب المتطهرين والمطهرين، أي الذين يسعون إلى التطهير. لا، كل اللي موجود عندك فليحضر حبيبتي، خليهم يحضروا، من أحب أن يحضر فليحضر، ما عندي أي مشكلة أبدا، رجال كبار صغار فليحضر إذا كان هذا الأمر يعينهم على دينهم، الحمد لله، نسأل الله تعالى القبول، ما في شيء. إحنا ما جالسين نغني، هذا كلام حق، ونعلم بعضنا البعض، ما فيها بأس بإذن الله تعالى. أعرف أن البعض ربما له توجهه، وهو حر في توجهه، ما في بأس، لكن مدام ما في مخالفة شرعية إننا ما شبأس، فليتعلم. العلم يؤخذ من أينما كان، من عند أمل ومن غير أمل من حيث ما شئتم خذوه، من حيث ما وجدتموه، حتى لو من فم إبليس، مدام علم مفيد خذوه، نسأل الله تعالى، وإن كان إبليس لا يعطي علما مفيدا، نسأل الله تعالى العفو والعافية. طيب، الغاليات، طهور، كيف نتطهر؟ كيف نتطهر بالوضوء؟ تعرفوا إحنا نبى نقبل على الله سبحانه وتعالى بأفضل، مثل ما قلت لكم، بأفضل ما يكون. أنا أعرف في ناس عندها مشاكل نفسية، بمعنى إنه مشاعرها مثقلة، تحسوها يعني خاطرها كذا، تقول خاطري خاطري، مثل الناس أتلذذ بالعبادة، يعني في ناس تقول أنا قلبي ثقيل، قلبي مغلق، هل معقولة أنا إنسانة سيئة لدرجة إنه الله سبحانه وتعالى يحرمني إنه أنا أتلذذ؟ أنا أحب الله تعالى، ولا يوجد إنسان طبيعي على الفطرة ما يحب الله تعالى، على فكرة ما فيه، كلنا نحب الله تعالى، لكن في ناس فاهمة كيف تصل إلى الله، وفي ناس للأسف تجلس تقرع نفسها وتؤذي نفسها وتظن أن الله تعالى لا يقبلها. خلونا كذا شوي شوي نخفف على نفسنا، ليس من باب تخفيف للذنوب، لا لا، ما معناته أنه يعني سوي الذنوب، لا، وإنما أقبل على الله بعد معرفة. كل ما عرفت من هو الله تعالى، كل ما حبيت كل عبادة أعطاش إياها، ومن ضمن هذه العبادة الوضوء. نحن نتوضأ قبل الصلاة، لكن هل نحن نتوضأ عند المرض؟ هل نحن نتوضأ عندما نحزن؟ هل نحن نتوضأ عندما نغضب؟ هل نحن نتوضأ عندما نتألم؟ أنا ما أتكلم عن الوضوء اللي مثلا شخص فيه قرح أو فيه شيء بحيث أنه الماء يعني قرح مفتوح، لا طبعا، ولكن أتكلم مثلا عن اللي مثلا عنده حمى، أو عنده مثلا، خلينا نقول حزين. في ناس كذا تكون أحيانا سبحان الله تمر بها أوقات يكونوا حزينين، يعني يمر عليهم ابتلاء، يمر عليهم أمر، يمر عليهم موقف، يتعرضوا لناس تستغلهم. لكن هل قربنا نستخدم الوضوء لأن يغسل كل هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى فرض علينا الوضوء،
البعض قال إن الوضوء يكفي مرة واحدة إذا كان الإنسان لم يحدث، يعني ما أصابه حدث لا أكبر ولا أصغر. ولكن آخرون يقولون من العلماء إنه لابد أن يكون هناك وضوء لكل صلاة، وأنا حقيقة مع القول الذي يقول لابد من وضوء لكل صلاة. ما ينفع إنه أنا أعتمد على قراري وأقول إنه أنا ما أحدثت. ليش؟ لأنه أحياناً ما يكون الحدث مادي، ممكن يكون الحدث حتى ماله قلبي، بمعنى أنه ممكن أكون أوسوس، ممكن أحقد، ممكن أغضب، ممكن يعني أتذكر أشياء سلبية. هذه ما بالنسبة لي، هذه ليست الأشياء اللي هي الغائط أو البول أو غيره، لكن داخلي. ليش؟ لأن الناس تعتقد أن الوضوء بس حال الأشياء الظاهرية الجسدية، ولكن الله تعالى اعلم لا يفرض علينا الله سبحانه وتعالى شيء، ولا يأمرنا بشيء، ولا يكتب علينا شيئا إلا واعرفي أن فيه فائدة، وأن هذه الفائدة تتجاوز فائدة الجسد، لأن الله تعالى يعلم أن خلقنا، فهو يعلم أنك روح وأنك نفس وأنك جسد. فلما يعطيه شيء اعرفي أنه يعطيك ويحقق الفوائد الثلاثة لهذه الثلاثة عناصر. ما ممكن الله تعالى يعطيك أمرا إلا ويحقق لك الفوائد على ثلاث مستويات: جسدك ونفسك وروحك. المشكلة الناس ماذا تعتقد؟ دائما ماخذ الإطار الجسدي لهذه العبادات، ولكن الموضوع أوسع وأعمق. وجاء العلم بيثبت أن أوامر الله سبحانه وتعالى لا تحقق فوائد جسدية فقط، بل على مستوى الروح وعلى مستوى النفس. ولذلك الإنسان اللي ممكن يكون عنده مشاعر سلبية، ممكن يكون عنده حزن، ممكن تكون المرأة، على فكرة أريد أقولكم تعرفوا إنه من ضمن المواقف اللي صارت قبل ما ندخل في العميق في الوضوء، في الفترة اللي كنت فيها في المستشفى، كانت واحدة من النساء اللي كانت تعاني من الاكتئاب، كلام أمها كانت تقول إنه هي ما تصلي ولا تستحم، لأنه أنا يوم أتكلم هنا عن طهور ما بس الوضوء، أيضا الاغتسال، غسل الجمعة، الاغتسال من الحيض، من الجنابة، من النفاس وغيره، أنواع الغسل بأنواعها، لا تستحم. وعلى فكرة بتلاحظوا إنه نسبة كبيرة من الناس المصابة بالأمراض النفسية لا تستحم، أو بمعنى أصح فين وفين لما تروح دورة المياه عشان تستحم أو تتوضأ تتثاقل. والواقع إنه لو أنهم جيوا على نفسهم شوية وبدأوا يتوضأوا لغير الوضوء من حالهم. اصلا يكفي الانسان دائما لما يقول بعد ما يخرج من دوره المياه مستحم، وش يقول؟ احس نفسي تخففت، احس نفسي خفيفه. وانا اتكلم عن الاستحمام العادي البسيط، وعلى فكره هناك اطباء جلد يقولون ان الماء مع صابون، او احنا كنا نستخدم السدر الغسل، يكفي لان تتطهر. لكن في بعض الناس متسوي، بعض الناس تجيب هذيك الليفة المغربية احنا نسميها، وحيث يكون نوع من أنواع الصابون، وتشتغل فراك وخلاف تخرج من دورة المياه كأنها مطلعة قبل، طبيعي. وتقول ليش المفروض أنه يكون الاستحمام تخفيف؟ ترى أنت ثقلتي على نفسك ذاك الفرق، وين بس هي على بالها أنه يوم تفرك خلاص كل الأمور يعني ماشي كماها، على قولتهم أتخوزوا الجلد بما باغتنا وتأخذ جلد جديد، ما تستوي. وحتى وجدوا أنه هذا الفرق المستمر
يؤذي اصلا الفرق. فقال ايش يكفي فقط هذا الصدر مع مع اللي هو الماء. طب ليش الماء؟ والشيء العجيب الاخر انه اذا ما حضر الماء يجاز لك التيمم بالتراب. ايوه، وخرجي بعدين من دورة المياه من هده. نعم، مطهر الصدر، مطهر اصلا، في حتى مادة مطهرة الصدر. طيب تعالوا نشوف الدلالات. متأكدات خرجي مرتاحة؟ ما تنسدحي لهم من التعب؟ يلا الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. تعالوا نسمع قول الله تعالى وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. حديث كثير عن الوضوء حقيقة، ما قدرت أنه أنا أغطي كل الأحاديث، لكن من ضمن الآية التي الله سبحانه وتعالى يأمرنا فيها بالوضوء هي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. يعني أول ما أنت رايح تصلي إيش تسوي؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لاحظوا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه نسميها أركان الوضوء، أو إحنا نسميها فرائض الوضوء، يعني ضروري تكون، وإلا يكون الوضوء باطلا، وإلا يكون الوضوء باطلا. وإذا بطل الوضوء بالتالي يعني في خطأ. فلذلك في أربعة أمور اللي هي: غسل الوجه، غسل الوجه، ركزوا معي، غسل الوجه، اليدين إلى المرافق، ومسح الرأس بهذه الطريقة، مسح الرأس من الأسفل إلى الأعلى، وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه حقيقة تحتاج تفكر. الله سبحانه وتعالى أمرنا إنه في أركان أساسية للوضوء أربعة، وقلنا: وإن كنتم جنبا فتطهروا، وإن كنتم مرضى، مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. شوفوا، فلم تجدوا ماء، يعني شوفوا، وإن كنتم مرضى، ما نقلت، هل نحن نتوضأ عندما نمرض؟ هل نتوضأ؟ إحنا أصلاً يوم نمرض ننسدح في ذاك الفراش، وأحياناً من العجز بوفينا نصلي وإحنا يعني راقدين، ونتعلل إنه ما رايم، مع إنه أصلاً الوضوء شفاء. أو على سفر، يعني وانت رايح مسافر اطلع بوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط، التطهر هنا. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شرط، شرط صعيدا طيبا. لكن كيف يكون التيمم؟ ضربتين، الضربة الأولى اليد، الضربة الثانية تمسح على الوجه. إذن التطهر في حياة الإنسان، في حياة الإنسان جدا مهم، جدا مهم. طيب شوفوا العلم، العلم يقر على أن الوضوء له فوائد. نجي نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الوضوء. شوفوا ماذا يقول: وكلمة الوضوء جاية من إيش؟ مشتقة من الضوء. وضوء ضوء، مشتقة من الضوء، وتعني إنه أنت أول ما تتوضأ أنت تشرق وتضيء. طيب من ماذا تتطهر أنت؟ لما قلنا طهور، أنت ما بس تتطهر، قلنا من الأدران الجسدية، أنت تتطهر أيضا من الأشياء بس طرحنا، قلنا عند من الذنوب، من الهموم، من الأمراض، من الأثقال. للعلم، لو كان يثقلك هما اذهبي وتوضئي ليخف الهم، الهم بيخف.
إذا كنتي متوترة وتنتظري شيء، خاصة الطلبة اللي مقبلين على امتحان، قبل الامتحان توضأ وشوفوا كيف الفرق بيكون. حتى في طريقة حلكم، لما واحد يريد يحل امتحان يتوضأ قبل الامتحان. لماذا؟ لأن الوضوء يساعد على الاسترخاء وعلى الهدوء، فأي توتر يروح طافيه على طول. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. تعرفوا من تحت أظفاره؟ يعني كل شيء، كل شيء ممكن. إيش هو الخطايا؟ إيش هي الخطايا؟ ذكرنا أن الخطايا ليست فقط الذنوب. للعلم، الخطايا ليست الذنوب فقط، وأنا دائما أكررها، وإن كنتم مرضى نعم، لكنه أنت تتطهري فيه ليس لأجل الصلاة، ليس لأجل الصلاة، تتطهري ليس لأجل الصلاة، تتطهري لذاتك، لنفسك، تتخففي. لأنه عادة المرأة تكون شوية عندها اضطرابات في الهرمونات، نفسيتها إلى آخره، فالوضوء شوية يحسسها إنها يعني أريح، يريح أعصابها شوية. وإن كان يقال لها إنه يفترض ما تستحم حتى تنتهي من الحيض، لكن الوضوء ما في بأس بإذن الله تعالى، يعني بالعكس راح يخليش أخف. وليس من أجل فقط العبادة، ترى هو المشكلة إحنا دائما رابطين الوضوء بس للصلاة، مع أن الوضوء فوائده أكبر من ذلك، فوائده أكبر، فيها شفاء، أصلا فيه شفاء. طيب شوف الله تعالى ماذا يقول في سورة التوبة الآية 108: لا تقم فيه أبدا، اللي هو مسجد ضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. طب الناس اللي تروح أصلا المساجد لماذا؟ ليش الناس تروح المساجد؟ المساجد هي بيوت، تذكروا الناس اللي كانوا حاضرين دورة نور على نور، إن المساجد هي بيوت الله، بيوت مالها، بيوت للنور. فالإنسان أصلا يروح هذه البيوت اللي هي بيوت الله تعالى ماذا؟ حتى يطهر. فماذا؟ فيستمد نورا. وقبل ما يروح المسجد هو يروح بدون وضوء؟ هل يذهب ويدخل إلى المسجد بدون وضوء؟ يتوضأ بعدين يدخل إلى المسجد. طيب طهارة المؤمن ووضوءه ليست مجرد تنظيف للأعضاء الظاهرة، ولكن على فكرة صوت منخفض، صوت منخفض، ما أعرف، أنا أحسه ملعلع صوتي اليوم، ولكنه ماذا؟ طهارة معنوية، طهارة معنوية. كيف يعني طهارة معنوية؟ طيب كيف استشعر إنه هو طهارة معنوية عشان يحدث اللي هو الشفاء والعافية والصحة والطهارة، وتحدث عندي الطهارة المعنوية؟ كيف يكون الوضوء بهذه الطريقة؟ كيف أوصل إلى مستوى يتحول فيه الوضوء بحيث إنه ما يكون بس وضوء للصلاة، وإنما وضوء يطفئ ويطهر كل خبيث لامسني أو لامسته؟ كيف أسوي النية؟ الاستشعار جميل. إيش يعني استشعار؟ مو يعني استشعار، أنا وأنا رايحة أتوضأ، إيش يعني استشعار؟ اليوم كلمت واحدة من الأخوات الرائعات، كنت أقول لها إننا في الوضوء يفترض نستحضر أنا ليش رايحة أتوضأ،
استحضر بالضبط، استحضر انا ليش رايحه اتوضا، وفوق ما استحضر ايش اسوي؟ استشعر وكانه فعلا يعني مثلا الذنوب اتخيلها لون اسود، عقلي يتخيلها بلون اسود فافعل فيها المشاعر. الله عليش يا شهد، الله عليش يا شهد، احساس بمعنى انه انا اتخيل كان الذنوب لونها اسود، وانا طول ما اتوضا اتخيل هذه الاشياء تخرج من اطرافي، من بين اطرافي، من تحت اظافري. هذا ايش يسوي؟ يتفاعل جسدي مع مشاعري فيحدث فعلا الشفاء، ويحدث وتحدث الطهارة. طيب خلينا أقول لكم حاجة جدا جميلة. قلت لكم إنه في واحدة من الأخوات اليوم كنت أقولها إنه يفترض إنه وإحنا رايحين للوضوء أستشعر أول شيء النية. إحنا مو تعودنا، دائما يقالنا إنه النية في القلب، صح؟ ما يقالنا إنه النية في القلب، النية محلها القلب، هذا باتفاق أهل العلم وما في خلاف. لكن كم مرة وإحنا رايحين نصلي أتذكر وأقول أنا ليش رايحة أصلي؟ هل فعلا نستحضر النية هذيك الساعة؟ هذه معناها استحضار. الاستحضار أي استذكار السبب، استذكار السبب، فأنا رايحة عندي موعد مع الله سبحانه وتعالى في ميقات، في وقت، فلذلك لابد أن أقبل عليه بماذا؟ أنا رايحة تعيين الهدف وتحديده بالضبط. أنا ليش رايحة أتوضأ؟ لأصلي، لمقابلة الله تعالى، طاعة لله تعالى، استجابة لأمر الله تعالى. طيب، وإحنا قلنا قبل لما تروحي وأنت مقبلة لزيارة ملك، كيف تروحي؟ تروحي غبرة؟ واحدة مدعاية عند السلطان قالوا لها اسمه، تروحي غبرة؟ تروحي متهندمة مش أحسن عنش، وإذا عندش لبس من زمان معلق كذا ما ممسوس، نسميه اللبس الخاص كذا، ما المناسبة الخاصة أتلبسي ذيك اليوم، اللي هو يزرق ويبرق مش أحسن عنه، تتصفدي. فكيف لا نحسن الوضوء وهو ها زينة للصلاة؟ فيفترض إنه أنا أتزين بالوضوء، والله تعالى يقول لا يريد الله، الله تعالى ما يريد يحرقكم، لكنه ماذا؟ إيش قال الله تعالى؟ يحب من؟ الله تعالى يريد يتم نعمته. إيش هي تمام النعمة؟ تذكروا اليوم المحاضرة، تمام النعمة يعني يريد يعطيك كل شيء، يعطيك شيء مكتمل. ولذلك الناس اللي تروح تتوضأ ومتجهزة في الوضوء، ثم بعد الوضوء مالها تتعطر وتجهز المكان، صلاتها لا تختلف عن صلاتها وهي بسرعة 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 عن ينهض ولدي، بسرعة بسرعة عن معرف من ينهض، ما مصدقة تركض ركيض رايحة تصلي مسكينة، والعيش مركب في الطباخة، وخايفة هذاك الصغير شو اسمه كذاك. بالله عليكم أنا رايحة، والله تعالى وش يقول؟ يقول الله تعالى يحب، والله يحب ماذا؟ مطهرين. يعني الله تعالى يقول ليش أنا أحبش طاهرة سايرت له، وانت ذيك الطهارة ما صحيحة بأي وجه، رايحة عند ملك الملوك، والله تعالى يقول ليش افعلي ما يحبه الله ليعطيك ما تحبيه. والله تعالى يقول ليش يحب، إذا كان الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، ثم أقبل عليه وأنا أصبغت في الوضوء إصباغا يليق بتلك المقابلة اللي رايحة فيها، تأكدي عندها إن الله تعالى
ها ذيك الساعة خلاص المكان استعداد قلبي، استعداد ماله جسدي، استعداد روحي، خلاص تلقي البركات. يقول لش في الصلاة تتنزل، تتنزل، يتنزل الشفاء، يتنزل، تتنزل الحكمة، يتنزل العلم، يتنزل الفضل في الصلاة، في الصلاة. يعني بالله عليش يعني ضحى انتي مستكثرة ريحتش مقلية سمك ودقاق ورايحة على توضي زين، على الأقل توضي، توضي، لكن في الوضوء توضئي وضوءا صحيحا هادئا ما مستعجلة فيه. اليوم نتوضأ لا المضمضة مضمضة، لا الاستنشاق صحيح، نص الرجل ما صايبينها ماي، لا يعني ما اعرف اليدين تلاقي مثل القنة، الاكمام قبيبات، بعض الناس اكمامهم مالهن ضيقات، يوم تجي تتوضا نص اليد ما واصلنها ويقولوا لها الى المرفقين، وتستكا وتقول لي شمارو، وتروح مسويه الماي من خلفي، من فوق، من فوق اللبس او من فوق الكم. بالله عليكم يستوي كذاك؟ ما يستوي، ما ينفع. انت رايحه الى الله تعالى، نشوف تو الوضوء، رايحه الى الله تعالى فافعلي شيئا يحبه الله تعالى. طيب تعالوا نشوف الوضوء كيف يكون، تمام، خلونا نشوف الوضوء كيف يكون. هذا مثال الحمد لله لقيته، هذا مثال وجدته وراح نشوف الوضوء كيف يكون. انتبه للوضوء، بعدين بنركز على مجموعة أشياء بس لأنه في أخطاء أغلب النساء تقع فيها، تمام، وبقولكم إيش هي أكثر الأخطاء اللي يقع فيها الناس في الوضوء. رح نسمع أو نشاهد كيف يكون الوضوء صحيحا. كبيرة الشاشة حبيبتي، نعم مسجل، بس ركزوا، ركزوا لله يبارك فيكم. لاحظوا كيف يمسح الشيخ وجهه وكيف مضمض فمه.
طيب الآن كما شاهدتم الفيديو أنه لاحظوا كما شاهدنا الفيديو بس لاحظوا طريقة المضمضة. استخدم إصبعه ماله؟ السبابة. ما واضح الفيديو؟ استخدم إصبعه السبابة عشان ماله؟ يسوي مثل عملية السواك. أغلبنا ماذا يفعل يوم يدخل الماء؟ أول شيء لابد أن ترق الماء رقا داخل الفم دفعات قوية دفعات قوية مع مرة. اليوم ما ناويين تمشوها على بر ولا كيف؟ إيه اللي حصل؟ رجعا لليوتيوب بتحصل الوضوء كيفية الوضوء. الفكرة هي انه لاحظوا اصبع السبابة من اجل ايش؟ عمل كأنه عمل عملية سواك وفي نفس الوقت الماي يرق والرق هذا ايش يسوي؟ يعمل على اقتلاع الاشياء العالقة في الاسنان والفم فينظفها تنظيفا كافيا. فلما انت 5 مرات تؤدين الوضوء 5 مرات فانت راح تنظفي الفم. ولذلك وجدوا ان الوضوء له فوائد صحيه. لا ما يلزم دعاء الوضوء، لا يلزم، ما لازم دعاء الوضوء. طيب الان لاحظوا أول حاجة نعملها في الوضوء غسل اليدين، صح؟ أول حاجة، مع أن الله تعالى قالنا في الآية أنه ماله نمسح على وجوهنا، لكن إحنا نغسل أيدينا أولا. لماذا؟ حد يعرف؟ أيوة، لأن اليد ماله ممكن أكون أنا مسيت فيها شيء، ولذلك لابد، لأن اليد هي اللي إيش؟ هي اللي أمسح بها، صح؟ أستخدمها ماذا؟ في الوضوء. فلا بد أن أتأكد أولا أنها نظيفة. فما ينفع أنه أنا أستخدم يد ملوثة. أيوة هي الأداة، فلا بد أن تكون الأداة نظيفة أول شيء، مثل ما أستخدم ماء طاهر كذلك اليد لابد أن تكون طاهرة. إن شاء الله حبيبتي أم فيصل انتظري سأجيبك. ما في داعي تعيد السؤال، شفت السؤال، سأجيبك على السؤال. طيب هل إحنا يحتاج في كل مرة نغسل يدنا؟ نعم، لأن اليد هي أول حاجة أنا أتلمس فيها ماله الأشياء. فلذلك أنت لما تغسل يدك تنظفي، بمعنى أنك تستخدمي أداة نظيفة لتنظيف الأشياء الثانية. يعني ما معقول أنت تريد تنظفي خلينا نقول المطبخ وتستخدمي ممسحة وسخة، ما ينفع. لابد أن يكون الأداة اللي تستخدمي بها تكون نظيفة. طيب أول حاجة نبدأ بها في الأركان، في أركان الوضوء، هي ماذا؟ أركان الوضوء الأساسية هي ماذا؟ ماذا؟ الوجه في الأركان الأساسية. طبعا الفم
الفم والأنف وين موجودين؟ وين موجودين الفم والأنف؟ في الوجه صح؟ طيب لماذا الفم والأنف ثم الوجه؟ ولاحظوا في الوجه لازم يمسح أيضا على عينيه، يعني ما ينفع بس كذا هتسوي، لازم الماء أيضا يصل إلى تفاصيل العين حوالين العين. هنا ها بعض منا مو يسوي يوم يمسح الماء بس كذا يعقه. الأنف والفم نعم سنة، لماذا؟ هلا ما عشان أتأكد إنه الماء نظيف أو لا، أكثر شيء نرتكب فيه أخطاء إيش هو؟ لسان، إيش بعد؟ العين. إحنا عيننا هي أول حاجة تقع أو نشوف فيها وإيش؟ نظرنا صح؟ نظرنا أول حاجة اللي هو النظر. ولذلك الناس يفترض عندما نغسل الوجه لابد أن تمرر الماء للعين. ليش؟ لماذا للعين؟ ليش العين؟ لأن العين يا ما شافت ما يا ما شافت بلاوي، وما تتلقاه العين يدمر ماذا؟ يدمر ماذا؟ يدمر ما هو أقوى، يدمر القلب. أيوة، فالبصر منفذ البصيرة، عرفنا؟ البصر منفذ البصيرة. ولذلك إذا تبغى تطهر قلبك ابدأ بتطهير وجهك. لماذا؟ لأنه في الوجه إيش فيه؟ العين. والعين إذا طهرت، لأنه أنا دائما أخليها تتلقى، أخليها تطلق أي طبعا. فالذي يغض بصره ما يسمح إنه هو يتلقى أشياء مالها مزعجة. ترى هو غض البصر، الله تعالى لما يأمر بغض البصر لماذا؟ حتى ما يتلقى، لأنه مثل ما قلت لكم إن السمع، شوفوا بعدين، الأذن السمع والبصر والفؤاد ماله كل أولئك كان عنه مسؤولا. عشان كذا أنت لما تبدأ تطهر أنت على فكرة تقوي بصيرتك. ولذلك بعد اليدين ماذا يأتي؟ بعد اليدين إلى المرفقين، بعد اليدين إلى المرفقين يأتي مسح الرأس. يا سلام، وإيش قلنا عن مسح الرأس؟ لما تمسح رأسك، والشيخ طبعا مسح بشكل دائري، لكن لاحظوا بدأ هنا ثم اتجه مع عقارب الساعة من الأسفل إلى الأعلى. هذه المنطقة احنا ما قلنا نسميها منطقة الناصية، وهي المنطقة المسؤولة عن اتخاذ القرارات. ولذلك قد يكون هناك ما يوترك ويجعلك غير قادر على اتخاذ القرار، فإذا مسحت برأسك حتى هدئت قدرت أن ترى وتبصر، بصيرتك تشتغل. لابد أن نعرف الوضوء لا يكون بس كل شيء يتطهر، ما أنت ما بس يعني وش يسموه هناك، يعني ما بس تتوضأ تتجهز للصلاة، أنت في واقع الأمر تغسل وغسلة. ولذلك الإنسان أصلا لما يرتكب ذنب ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني والصحابة إيش كانوا يفعلوا عندما يرتكبون ذنب؟ إيش كانوا يسووا؟ يتوضأوا ثم ماذا؟ ثم يصلون فيستغفرون، صح ولا لا؟ ما يمسكوا المصباح استغفار. ماذا كان يفعل؟ يتوضؤون ثم يصلون ثم طبعا يستغفرون ذكرى.
لأنهم إيش؟ يطهروا ما اقترفت جوارحهم، لأن الجوارح تذنب. فإذا طهرت الجوارح طهر القلب وطهرت النفس، ويعرفوا إنه أصلاً التطهير مراحل. شوفوا عمق الاستغفار عندهم. التطهير عندهم مراحل، مرحلة بعد مرحلة، مرحلة بعد مرحلة. إيش المرحلة الأولى؟ كأن المرحلة الأولى الجسد، ثم تطهير ماله نفسي عن طريق الصلاة، ثم تعطير بتطهير آخر اللي هو الاستغفار، ثم تعطير آخر اللي هو الصدقات. سيد الاستغفار، يعني هم فاهمين إنهم يريدوا طهارة كاملة، يستمعون القول ويتبعون أحسنه. يريدوا طهارة كاملة تامة على كل المستويات، فيبدأوها بالوضوء، ولذلك هم بعد ذلك يتخففون. لذلك الله تعالى يحبهم، لأنهم لا يقبلون على الله مرة ثانية إلا وهم قد تخلصوا. إحنا أغلبنا يرتكب الذنب وراء الذنب وراء الذنب، حتى الاستغفار ما يستغفر، يأجل. متى يروح يستغفر؟ متى يروح يستغفر؟ لما يقع في مصيبة، أو لما يقول باغي فلوس أو باغي رزق. لكنه يستغفر عشان ذنوبه أول ما يذنب، ما حد يتوضأ أول ما يذنب، ما حد. ليش؟ لأنه هو حافظ الآية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويروح. بس متى يعرف الاستغفار؟ باغي رزق. طب أنت عندك ذنوب، ولذلك يفترض أنه في الاستغفار في الوضوء استشعر أنك تغتسل من ذلك كله. وللعلم إن للذنب آثار، إن للهم آثار، إن للمشاكل آثار، إن للأخطاء آثار. آثار على من؟ على النفس. لا يغسلها إلا الوضوء. ترى تعمل آثار. ألم يقل الله تعالى إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه في القلب، إنه في الجسد مضغة إذا صلحت. طيب الإنسان لما يغتاب ماله إيش يحصل له؟ كأنه ينكت نكته، يعني أثر، يصير في أثر. عندما تهتمين يصير عندك هم ومشاكل وأمراض، ما تشيل لي هم. هذا ماذا يفعل؟ يفعل بالنفس، ينهكها، يعملها أثر. ولذلك أنت تحتاجي إيش؟ تزيلي الأثر. تعرفوا مثل واحد، يعني خلينا نقول جالسين نشرب شاي، بالله عليكم وانت تشرب الشاي، والشاي شوية والثوب أبيض، سقط الشاي شوية في الثوب، مو تسوي على طول، مو تروحي تزيلي الأثر، صح؟ خاصة عادي إذا سايرة ناس، حيت ناس وسايرة متكشخة وذاك اللبس الجميل، صح ولا لا؟ تقولي لا ذا فضيحة، ولا أجلس بذي البقعة. طب البقعة لا أبدا، تروح على طول تغسليها، صح ولا لا؟ لماذا؟ لا نتحمل في ملابسنا. أما سؤال، كيف نتحمل في أنفسنا؟ يعني أجسادنا ما هانت علينا، ملابسنا ما هانت علينا، بالله عليكي ونفسش هينا عليش. ولذلك أنا أقول لكم، ترى المؤمن هو فقط من يحب نفسه، أما الإنسان العادي ولا هام منه نفسه، هام منه لبسه، هام منه شكله الخارجي يكون نظيف، هام بس، لكنه داخل ما يفكر. ولذلك المؤمن ماذا؟ يهتم كما يهتم بهندامه، فهو يهتم بداخله، فيستشعر في الوضوء إنه هو يتنظف أيضا من الداخل. ليش؟ يريد يكون أنظف ما يكون. احنا نسميه استحقاق، يعني دائما يختار أفضل شيء، ما يقول أحسن لبس، لا، يقول أحسن نفس، أذهب إلى الله وأنا في منتهى الطهر. لماذا؟ لأني أعرف أن الله تعالى يحب المتطهرين. يعني تخيلي واحدة دائما على وضوء، دائما محافظة على وضوءها،
بالله عليكم، هذا الله تعالى قال يحبها. تعرفوا يعني الله تعالى يحبها، يحبك وانت تتنظف تتوضأ، حتى وانت مريض، وان كنتم على مرض او على سفر، ايش يعني ايش بيصير لك؟ ولم تجدوا ماء فتيمموا، يعني حتى لو ما حصلت ماء تيمم. لماذا؟ تتخفف. ولذلك يسن الوضوء قبل النوم. لماذا؟ انت حد ما مغتاب منه مثلا، حد مثلا ما تكلمت عليه، حد ما زعلت منه، الا يصيبك شيء من ذاك اليوم، تطهر، اغسل النفس منها، اغسل نفسك من هذه الاشياء بالوضوء، استشعر انك تتخلص من ذلك كله. يسن لك قبل النوم الوضوء، وعمر وعطر الوضوء بالاذكار ونام. شوف كيف تنام، تنام خفيف، تنام مرتاح، ولا يقربك نجس ولا شيطان. ترى الشيطان ما يحب الطاهرين، الشيطان اي واحد وصخ تعال انت صاحبي. الله تعالى يحب الطهارة، يحب الطهارة، الشيطان يحب القذارة. ولذلك دائما يربط الناس اللي هي عندها هذاك أعانهم الله وشفاهم، أعانهم الله وشفاهم، لكن قيل الذي يبتلى بذلك ما عليه أنه يعيد، ما عليه يعيد إذا كان مرض عنده أو عنده مشكلة صحية، لأن الله تعالى لا يريد أن يكون يعني علينا حرج. شوفوا الوضوء ماذا يفعل. الوضوء مكفر للذنوب، يعني يطهرش من الذنوب. لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أنا أريدك اليوم تتوضين يا حبيباتي، خذن الوضوء بهدوء، وانت تتوضين شوفن كأنكن تشوفن أمام عينك هذه الأشياء تنزل من جسدك. وصدقيني، وعلى فكرة في نوع من أنواع الوضوء اللي هو الوضوء احنا نسميه النوراني، اللي أتخيل فيه الماء كأنه يضيء، كأنه يتلألأ وأغسل به، وقلت لكم هذا يؤثر كثيرا على البشرة ويحسنها ويخليها ماشي أحسن عنها، البشرة صافية كأنها بلازما، كما يقولوا شاشة بلازما مستوية مشدودة. أنا عندي أختي أصغر مني فيها تقاعد، أنا ولله الحمد الناس تعتقد أنه أنا عاملة بوتكس، ما بوتكس ولا شيء، طمنوا ما مسوية شيء من البوتكسات، ما عندي أنا أصلاً أخاف هذه الأشياء. ما تعرفيها البوتكس؟ ما تعرفي ما النفخ والتفخ وهذه الأشياء؟ معقولة؟ خدايك خلى عنش. إنزين سير اليوم ودور عن دور عنه البوتكس، بتعرفي أول مرة تسمعن عنه؟ مادة تحقن تحت الجلد حتى تشد عشان يعملش نظارة وشد، يعني في ناس تسويه، لكن ينعرف، يعني ينعرف بمسوي. الوضوء له تأثير جيد على ويش؟ على إزالة التوتر والقلق. ولذلك في ناس كانت تقول إنه عندهم أولادهم توتر خاصة قبل الامتحانات يتوتروا. أيضا المعلمات إذا شفتوا طالب متوتر وما قادر قولوا لهم يروحوا يتوضوا ويرجعوا. لماذا؟ لأن الوضوء يهدئ هذا التوتر، يهدئ جدا هذا التوتر. أيوة قل سيروا خبشي حبيبة كني توا شوفش سيروا خبشي ولا زيرت وضي بدأت خبشي تقول مالها تو الأستاذة صاني خابشة جاي الصبح خابشة طيب أيضا عملية شايفين الوضوء دائما في تدليك وفي تخليل وفي مسح، أنت تمسحين وتدلكين وأيضا تخللين، فهذه العملية على فكرة نشط الدورة الدموية، ولما تتنشط الدورة الدموية أيوة يصير مثل المساج، تتحسن، يتحسن الجلد،
وهذا يخلي الشخص لما يشوف نفسه وهو منور. نعم يفترض أن نسوي إصباغ، يعني لما تتسوي سوي وانت تمسحي وتعملي بهدوء، هذا إيش يسوي؟ ينعكس على صحة الجلد فيكون أكثر شبابا وأكثر نظافة، يكون أكثر نظافة بالضبط. الوضوء يشيل التقاعيد، يعني بباغية تخوز التقاعيد تتوضى صح وتمسح. وللعلم ترى عملية، شوفوا شايفين المسح، المسح شوفوا، شفتوا الفيديو كيف يمسح؟ عملية شد أصلا، هذه كأنش تسوي تمارين مع الماء، ما يحتاج كولاجين وغيره. أيضا لما الإنسان يشوف نفسه وهو يعني بشرته محافظ عليها بسبب الوضوء، وجهه منور، هذا يؤثر على ماذا؟ يؤثر على ماذا؟ يؤثر على نفسيته الإنسان، صح؟ لو خاصة المرأة مسكينة يا عيني، ومتشوف تشوف نفسها في المراية وتشوف تقعيدة هنا وتقعيدة هنا وبديت خلاص البشرة مالها تترهل وتجلس مالها مو تقول. نعم بالماء البارد صحيح، بالماء البارد ما توضي بالماء الساخن، أو على الأقل يكون يعني يمكن احتماله. راحة نفسية، راحة نفسية لدرجة أنه في ناس، في ناس حتى يعني قالهم، يقول معقولة أنت في الأربعينات؟ أنت معقولة في الأربعينات؟ أيوة إحنا في الأربعينات، إيش المشكلة؟ لماذا؟ ينعكس، ينعكس ذلك. إنزين أحسن لي نتطهر، لكن عاد ما بنقطم الطرط حال الماء وتسوي إسراف. أيوة يعني الوضوء يكون بعقل، ما مسكين الرجال تقيل فاتورة وتروح تقولي قالتنا أمل إن عوين نتوضأ، ولما تروح تتوضأ مخلصة الفاتورة جاي ما أدري 150 معرف كم، قالت هم قالوا لنا نتوضأ، لا ويصير لشو سواس قهري إلا بسلامتك، لا تسوين هالأشياء. ترى ترى أنا عارفتني اللحرين هاي لنا مخبرين في المحاضرة مع... لا 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 حبيبتي هدي هدي، أيوة أعملي الماء، أيوة بس بهدوء شوي شوية، وما مطلوب منش تعيد الوضوء 600 مرة، لا لا يكلف، وما يحتاج الإسراف في التعامل معه. يعني حتى اسمه هذا الحنفية شوي شوي لما نبطلها، في ناس يوم تبطلها تقولي جاية تسقي ما جاية تتوضأ، قايمة تسقي خاصة وهي تتشمل ومشغل الماء بس ناك الدنيا، لا لا هدوا. أسأل الله تعالى لها المغفرة يا رب، ويا رب يسكنها مساكن الجنان. طيب سؤال الآن، لماذا الماء والتراب؟ يعني الله تعالى قالنا إذا ما حصلت الماء التراب، إيش الخاصية اللي موجودة في الماء والتراب بحيث إنها تشفي النفس وتشفي الجسد؟ الماء طاهر لأنه إحنا مخلوقين من طين، ممتاز، لكن في شيء، في صفة، في صفة نفس طبيعة خلق الإنسان، في معادن. شهودة اليوم 10/10، شهودة اليوم 10/10، بطلة الحلقة اليوم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء مليء بالمعادن، وأيضا لابد أن يكون الماء يجري يجري. وانت تتوضي ممكن تعملي إناء ما يكون يعني جايبتنا من مكان جاري وحطتنا في إناء، بس أثناء ما أنت تغسليه يصير فيه حركة الجريان. أيضا الماء فيه نواقل، إيش هي النواقل؟ عبارة عن مركبات وأملاح معدنية، أملاح معدنية. هذه الأملاح المعدنية عبارة عن ماذا؟ إحنا عندنا عارفين إيش هي المركبات أو الأملاح المعدنية، عندنا في الكيمياء حاجة اسمها أيون سالب وأيون موجب، ما بلخبطكم ودخلكم لأنه هذا شغل ناس يعني فاضين اللي هم مال كيمياء، إحنا ناس فاضية
ما عليك من هذا الكلام، المهم أنه في خاصية الحركة، هذه الحركة ماذا تسمح بماذا؟ تسمح بماذا؟ بنقل الأوساخ، تشيلها، تشيل الأوساخ الموجودة في ماذا؟ في الجسد. نعم عادي، إيش المشكلة؟ لماذا لا نتوضى من دورة المياه؟ لكن يفضل طبعا دورات المياه تكون نظيفة. أيوة، تروح ناقلة، ناقلة كل شيء. ولذلك يعتبر الماء، أنت هل ينفع حتى الصابون، حتى الصابون يعني أنت تغسل الملابس، ينفع تغسل الملابس بصابون وحده؟ ينفع؟ لازم ماذا؟ لازم ماي. فإحنا عندنا أصلا في حاجة اسمها يعني الصابون، في عنده كلبشات، احنا نسميها كلبشات او نسميها الخطاف. ففي جزئين، جزء يمسك في الوسخ وجزء يمسك في الماء. السبب يعني هذه انا ما باغي الخبطكم واجد، لانه دي معلومات علميه وممكن ما واجدتهمكم، ما مهمه، لكنه العلم اثبت عنف مصطلحات. نعم حبيبه خلي عنش هذا يوم بس نبغى نبشي، انتوا عندكم اللغة العربية عنف مصطلحات، بعدها ما وصلنا كذاكم، انتوا من يروم لكم، انتوا تقدروا تجيبوا كلمة من 20 حرف شيء عنف عن أكثر عن كذاك، احنا ما نروم مثل اللغة العربية. المهم أن هناك خاصية للماء، هذه الخاصية تسمح له بالتنظيف. طيب، وأيضا ماذا وجدوا في التراب؟ وجدوا أن في التراب، لكن التراب إيش؟ صعيداً ماله طيبة، يعني تراب ما الله يكرمكم يعني مرات عليه الحيوانات، ما أعرف مهنات يعني فاهمين. في هذه الحالة وجدوا أن التراب يحتوي على مضادات حيوية، وهذه كلها دراسات علمية، دراسات علمية أثبتت بالعلم. وحتى على فكرة دائما أقول لك ودي الأطفال، خلوا الأطفال يلعبوا بماذا؟ بالتراب النظيف. لماذا؟ الحين أولادنا وين يلعبوا؟ في الكمبيوتر، شحنات، كلها شحنات تؤثر عليهم. يقول لك خليهم يفرغوا ويلعبوا في التراب، لأنه في تفريغ، في تفريغ، في إيش؟ في تطهير. وحتى احيانا الانسان اللي يكون متعب يقال له، اللي تعبان ونفسيته تعبانه يقال له امشي وانت حافي في التراب او في الرمل، حتى ماذا؟ حتى لانه لو تلاحظوا الله تعالى قال القدمين وقال اليدين. لماذا؟ لانه يقول لش القدمين هي منافذ التقاط ومنافذ خروج، تلتقط الخطأ وتخرج الخطأ، ولذلك لازم تنظفها. تزيل كل ما هو ضار. وفي بعض الدكاترة فسر إنه أصلاً الماء إذا سقط عليه الضوء، ولذلك تكلمنا عن الوضوء النوراني، إذا ما توفر الضوء وانت تتوضي ما في ضوء، يعني خلينا نقول دورة المياه مظلمة وما في ضوء، فإنه في هذه الحالة ماله أتخيل أن الماء كأنه في يتلألأ، ولما أرشه أتخيل أنه هو يتلألأ. طيب، لماذا لا نشعر بقيمة الوضوء؟ لأننا نتوضأ بلا استشعار، وعشان المشاعر عندنا ما حاضرة، لأننا نستعجل في الوضوء، لأننا لا نطبق الوضوء كما يجب، تدليك وتخليل ومسح، لأننا حقيقة ما نصدق أن الوضوء ممكن يسوي هذه الأشياء، لا نصدق. درب صدقي وشوفي ما الذي يحدث لك بعدها عند الوضوء، بشرتش
صحتش، نفسيتش. أصلا حتى تيسير الأمور، علاقتنا نعم بالوضوء علاقة سطحية. لذلك من أراد إنه هو يستفيد من الوضوء، اذهبي وأنت متوضية استحضري النية، استشعري. هو طبعا ما يبطله، لكن كأنش تعرفي كأنش ويش تسويته، وانت الكلام أصلا الكلام عبارة عن استقبال لأشياء خطأ، فأنت تتوضي. يعني يفضل إنش تكوني هادية، لأن أنت قلت الطهري، فكأنش ويش تسوي، الدخلي والطهري، الدخلي والطهري. فهم كيف الفكرة؟ يفضل إنه طبعا ما يبطله، لكن بشرط إنه ما يكون الكلام العادي، ما كلام قاسة توضى وأغتاب، ما ينفع طبعا يبطل الوضوء. هذا كل ما نحتاج أن نعرفه في الوضوء. فمن الآن وصاعدا يوم تتوضيا استشعرا استشعرا، وهو ما يميز نعم الأمة المحمدية، لأنه ماله كما الغرر، يعني مستضيئين وجوههم منيرة، وحتى يقولش فيهم علايم كذا، يعني كأنه أساور، كأنها أساور من كثر ما هم يتوضوا، نور يسعى بين أيمانهم. مضيئين منيرين مستنيرين من الطهارة، من شدة الطهارة. الشيء اللي طاهر دائما تجده الشيء نظيف، ما تلقيه كذا كذا ساطع مشرق، الشيء النظيف نعم عادي ما في بس نتوضأ، غر محجلين. نعم، هنا وصلنا أخواتي الغاليات إلى نهاية جلستنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.